واحنا بنقترب من بداية الشهر الخامس للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بنجد أن جهود الوساطة اللي بتقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لأجل التوصل لاتفاق حول صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس بتواجه هذه الجهود موقف متعنت من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال. وده اللي بيكشفه تقرير مهم لصحيفة جارديان البريطانية اللي أكدت أن نتنياهو أعلن رفضه لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بيتطلب إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين أو خروج قوات الاحتلال من غزة. الصحيفة البريطانية ركزت بشكل واضح على مساعي أطراف الوساطة مصر قطر الولايات المتحدة لإقناع الجانبين إسرائيل وحماس بقبول وقف لإطلاق النار بيستمر لمدة شهر على الأقل، الأمر اللي بيوفر الفرصة لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في غزة. على كل حال، المزيد من النقاش والمتابعة بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ أشرف أبو الهول. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، تحياتي لك يا منسي وتحياتي للمشاهدين إكسترا نيوز. أشكرك يا فندم. يعني رغم كل ما يواجهه نتنياهو من ضغوط إلا أنه الحقيقة بيواصل التعنت وبيرفض وقف إطلاق النار زي ما قالت صحيفة جارديان البريطانية، كيف تقرأ هذا الموقف من نتنياهو في هذا الوقت تحديدا يا فندم؟ يعني هو بالتأكيد لا يخفى على أحد أن نتنياهو يعني يعتقد أنه أي نهاية سريعة للحرب ستؤدي إلى البدء في محاسبته ويعني محاكمته على الإخفاقات التي تمت في 7 أكتوبر وتطيح به من الحياة السياسية، خاصة أن كل استطلاعات الرأي بتؤكد أنه يعني نتنياهو شعبيته تدهورت بشكل كبير. آخر استطلاعات أعطت بني جينتس وحزبه معسكر الدولة أكثر من 40 مقعد مقابل 18 مقعد للليكوف بزعامة نتنياهو. أيضا يعني نتنياهو يعتقد أنه الشعب الإسرائيلي لن يغفر له إذا لم يقوم بتحقيق كل الأهداف الخاصة يعني بإطلاق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين سواء أحياء أو أموات، والقضاء على حماس وإخراجها من منظومة الحكم في غزة. نتنياهو يعتبر أنه أي صفقات تتم هي صفقات يعني منقوصة إذا لم تشمل خروج حماس من الساحة السياسية وتغيير القيادة في غزة، وبالتالي فهو يعمل على تنفيذ هذا الكلام بأي طريقة كانت، ويحاول أن يكسب تعاطف إسرائيلي داخلي أنه هو يعمل من أجل مصلحة الشعب الإسرائيلي، وفي المقابل هو يعني يواجه ضغوط كبيرة من العالم أجمع ومن أهالي الأسرى الإسرائيليين، فيحاول أحيانا أن يزعم أنه يعني يوافق على صفقات لتبادل الأسرى ثم يعود ويقول أنه حماس والفصائل الفلسطينية هي التي تتعنت وتضع شروط كبيرة وأنه لن يبيض السكون الإسرائيلية تحت أي ظرف من الظروف، أي لن يفرج عن كافة السجناء والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ويزعم أنه بعضهم إذا خرج سيعود إلى ممارسة العمل المقاوم. طيب، يعني زي ما احنا سمعنا نتنياهو يريد إطلاق المحتجزين دون أن يتضمن ذلك شرطا خاصا بوقف إطلاق النار أو سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي أستاذ أشرف، هل ده موقف من الممكن أن يتم قبوله من الجانب الفلسطيني؟ أستاذ أشرف، الكلام لكي يكون أكثر وضوحا هو يريد فقط وقف إطلاق النار في فترة تبادل الأسرى وبعدها يعود إلى استئناف العدوان يعني حتى يحقق أهدافه، وبالتالي هذا هو الهدف المعلن منه. هو يرد على مزايدات اليمين الإسرائيلي الذين يقولون أن الصفقة فاشلة وأنه لا يجب وقف إطلاق النار، يدعي انه الوقت يكون مؤقت ولا يستطيع. استاذ اشرف، يعني انا طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ اشرف ابو الهول الكاتب الصحفي، ساكتفي بهذا القدر، شكرا لحضرتك.